فوالا كيما قلت لكم هذا هو ألفريد بلونشي، مات في 1944 زايد في 1872، هو اللي هاد لا كوليكسيون هادية. مدام عيشة، الكوليكسيون هادية كامل ديالو؟ الكوليكسيون هادي عملها هو وقت اللي كان حاجة، كانت الهواية نتاعو انه يستال العصافر اللي حنتها نضيعها. نشوفوا من الكاليتي نتاع العصافر اللي قاعدة حتى توا، اللي هي فريمون متطور برشا تحنيط قبل، فهمت؟ دونك الكوليكسيون هذه الكل هو عملها، وبعد ما توفى مرتو عطاتها دون للمتحف نتاعنا باش منها تخلد الذكرى نتاعو، ومنها تقعد الكوليكسيون هذه اللي نتابعو بها احنا، نتابعو بها الناس اللي باش يجيو. ما شاء الله ما شاء الله، ما المتابعين تاعي الفاتاني كثر تنفعوا ان شاء الله. المتابعين باش تعجبهم برشا ان شاء الله الطيور هذه، واحنا حاولنا نقسموهم بار كاتيجوري، فما اللي يعيشوا في البحر، فما في الوديان، فما اللي كغطاس الكواسر الليلية والكواسر النهارية. دونك تلقاو الأنواع الكل نتاع الطيور والفرس اللي تعيش في تونس واللي جات عبر الهجرة لتونس، فهمت؟ اسمع لي يجوا مثلا من إيطاليا، من إسبانيا، من البرتغال، باقوا المهم عملوا باساج على تونس. صح صح. داير هو كل عصفور قلنا وين فما تيتي تيكيت مكتوب عليها النولا تاع مال كرمال، وين القار، وين استادو، والدات نتاع اللي استادو العصفور هذا. فهمتوا بون خاوتنا اللي ما يفهموش اللهجة التونسية، قال لك كل عصفور او عنده ماركي عفسه كيما هنا دوك نفهمكم. ها هو هنا تشوفوا لهنا وفي رجله معلقه هكذا يمتي التيكات، هذيك الورقه مكتوب وقت اصطادوا واش من نهار وين حكموا واسمو العصفور هذا واسمو كذا منا، او عنده كلش. مانيش عارف، ما نعرفش الاسم هذا، ما نعرفوش. هادو تونس تاني كا؟ اي تونس. العرس اللي معروفه اللي هي تنجم تقتل الصغار على خاطر عندها شربتها ريكا في الشمال هكا تبرك عليه تنجم. اما هادي كبيره. هذاك المنقار هي فما واحده في تونس. صح. هذا شغل الشاردونري، هذا يشبه للمقنين للحسون. يشبه له ماشي هو، ماشي هو كبير هذا على الحسون. هاو المقنين تاعنا، بون هذا تاع تونس كيف كيف على كل حال. Thank you.
والله اللي يحب الطيور عنده ما يشوف الا هنا. ما نقدروش نعرفوا كاع الطيور على كل حال. هذه منانة وهذه تحلفوا مع برازر جروبر. ريلي اوكي هذه اقدم حوته قال لك في المتحف عمرها اكثر من 20 سنة. والمناني عنده خاصيه اللي هو عنده كاباسيتي دي شانجي تكون انت في بداية الامر ومع كل الكرس صديقاتي يبدا جروب كامل كله هناك اكبر واحده فيهم من بعد الموازون واللي هي الكرس. اوكي اوكي هذه اول مره عرفناها كبيره الله يباركك. شوفوا يدي كبيره هذه الحوته هذه تكون فيها واحد 8 كيلو ولا ابيبري هي معروف المناني الكسكسي بالمناني. انتم ديروا الكسكسي بالحوت. انا في الجزائر مانيش عارف الشرق غرب ولا مي احنا في ارجي سونتر ما نديروش بالحوت نديروه باللحم بالدجاج مي بالحوت. بون كليت انا بالحوت في فرنسا في الجزائر عمري ما كليت كسكسي بالحوت عمري ما كليت. هذا وحي هكذا او حي حي صح. ويمشي بالتويلي هذا الخاصية نتاعه يمشيش قدام يمشي بخر دورات معروفة دورات غادي تنتكل مليحة. أول حوتة كليتها في تونسيا دورات فما الباج وفما الحقان أوي صح. بصح لي الفاج عايش في الماء تاع البحر ولا تاع حلو؟ لا ما حلو ما حلو صح. قلت ما ترميش لي ساشي اون بلاستيك في البحر على خاطر هي كيف تبدا معبيه بالماء تحسبها ما يجيش تجي باش تاكلها دونك تتخنق تموت. اوكي هذه ما تموتش هذه بنينة هذه. هذه تخبى بين لي روشي ما تفهمش. متعتوا معنا شوية الحبايب جاب لي ربيت متعتوا. هاي مدام عيشة اللي هنايا. شابة هذه ما شاء الله. كاريتا كاريتا شابة ما شاء الله. هذا مال ولا في مال؟ اوكي ليدي. اوكي.
تشوفوا خونا هدا وين سفر هدا وين صيدهم وجابهم دوك يحطوهم في الاكواريوم. خرجنا نكملنا رانا شفنا ونشكروا مدام عيشة. مرسي عليك مدام عيشة. مرحبا بك ماتوم ماما. كي تشوفوا على القناة المعرض يجيو يزورونا ماتوم ماما. ان شاء الله مرسي عليك. دركا كيما يقولوا تزيرية اخواتنا كي تشوفونا على قناة فلوغ تاع حسن فلوغ يجيو مرحبا بك ماتوم ماما. تشوفوا المعرض نتاعنا اللي هو أول متحف تعمل في إفريقيا. أوكي شكرا على المعلومة أختنا عيشة. السلام عليكم.